يا صباح الفل على عينكم يا حلوين، يا وقتقتين يا تعمين، انت يا تعمين. احلى حاجة الصحيان بدري، او انا مش صاحية بدري اوي، يعني الساعة 10:30 دلوقتي. يلا بينا، وحشتوني وحشني الروتين معاكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في يومنا النهاردة. واول ما نصحى نقول ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم. يلا بينا نشوف يومنا نبدأ نعمل فيه ايه. يا صباح العسل، دي مية بعسل زي كده يا عسل، دي لازم انت تشرب على غير الريق الصبح. طبعا بعد ما شربت المية بعسل دخلت المطبخ، كان فيه كده شوية مواعين، دخلت ايه قلت اصبنهم، لان انتوا عارفين طبعا انا ما بعرفش اقف في المطبخ غير ما يكون المطبخ مفهوش اي حاجة. وانا كنت قبليها بيوم بصراحة كنت مرهقة جدا وتعبانة قوي، ادعي لي دعواتكم ليا بالشفاء يعني. فكان في كام طابة حبة مواعين كده في الحوض ما قدرتش اقف اعملهم. فالمهم دخلت رحت مصبناهم، وطبعا زي ما انتم متعودين معايا انا عامله ليفه للكوبايات وليفه للاطباق والحلل وكده. ليه بقى؟ لان كما بتيجي تغسليها طبعا الحلل والاطباق بتبقى شايله زفاره وشايله دهون مطرح الاكل والكلام ده، فما تيجي تصبني بيها الكوبايات هتلاقي الكوبايات بتاعتك فيها ريحه، برضو فيها ريحه مش حلوه، مش هتلاقيها يعني، هتلاقي فيها ريحه زفاره من الاخر يعني، وانا بقرف جدا قوي يعني. فدايما في ليفه كده للكوبايات تتصبن بيها، دي بتاعت الكوبايات وبس. هنا بقى دخلت اعمل الفطار، قشرت بطاطس، البطاطس على الفطار كده حاجة كده تحفة. الفطار ده يا جماعة مبفطروش غير لما يكون حد معايا، يعني لما يكون اخويا مثلا هيروح الشغل متأخر، او يوم جمعة، او مثلا الجماعة مثلا قاعدين عندي ماما وكده وهنفطر مع بعض. هنا قطعت البطاطس غسلتها وقشرتها وغسلتها وقطعتها، وهنا بقى حطيتها تتحمر. وهنا بقى هنعمل الطعمية، اوعي تجيب الطعمية من بره خالص. وهنعمل طعمية ايه؟ بالسمسم. انا هنا بليت ايدي بالمية وخدت جزء من العجينة على ايدي، حاولت ان انا اعمله بشكل مدور. وهنا مطرح طبعا ايدي مبلولة، رحت واخدة حاطة ايدي في السمسم، ورحت عاملة ايه الناحية التانية برضو، ورحت حاطة سمسم، ورحت ايه قلياها في الزيت. انا هنا ما جبتش الزيت، بس انا كده رحت حطيتها في الزيت. اهم حاجة تحاولي ان انت تخليها بشكل مدور كده، يعني عشان تبقى شكلها زي القرص بتاع بره. انا هنا حطيتها في الزيت، وهعمل معاكو دلوقتي، هرجع تاني اعمل معاكو واحدة تانية. بس هنا انا ليه رحت رجعت تاني؟ رجعت علشان قبل ايدي بالمية، لازم برضو تبليها بالمية. هنا برضو بوريكم ان انا خدت جزء من العجينة ورحت برضو مبططاه، ايوه مبططاه، ورحت برضو حاطة سمسم من هنا ومن هنا، برضو هنزل بيهم في الزيت لحد ما تتقلي وتخلص. هنا بقى كنا خلصنا الفطار بتاعنا. ايوه دي رنجة، ايوه انا ما تركزوش ما تركزوش، ايوه انا بحب اكل الرنجة جنب الطعمية قوي على فكرة. ويا سلام بقى لو حتة فسيخ، يا جماله يا جماله. الفطار بتاعنا كان بطاطس ورنجة وطعمية وكابوتشي وفلفل اخضر. هنا بقى جينا نعمل تتبيلة الفراخ، فلفل اسمر، كمون، دوت حبهان انا مفرغاه، وبصل بودر، توم بودر، زعتر، ملح، بصل بودره، توم بودره، صويا صوص، حطيت سماق. كل دي التوابل انا هكتبها لكم في صندوق الوصف. هنا انا جبت البصل بشرته ورحت حاطه التوابل دي كلها، ورحت حاطه الصويا صوص. انا بحط بالويم، انا عارفه المقدار اللي انا بحطه، بس انتي حطي معلقتين يعني، ولو هي غامقه حطي معلقه واحده، لان الصويا صوص فيه فاتح وفيه الغامق، استخدمي دايما الفاتح. هنا انا قلبت الخلطه بتاعتها، عايزه اقول لك بجد بجد ريحتها خطيره 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 خطيره، ورحت نازله عليها بمعلقتين خل، وقلبت الصوص بتاعي ده كله. هنزل بقى بالفراخ واديها دعكايه حلوه قوي كده. يا بصي الاول انا هحطها واقلبها معاكم. مش عارفه كنت برميها ليه، كنت متغاظه من الفراخ تقريبا، مش عارفه كانت مضايقاني معصباني كده مش عارف.
مع انها بنت حلال والله ما عملتليش اي حاجه، بس مش عارفه وانا اليوم ده كنت صاحيه متنرفزه اصلا. هنا خلاص انا قلبتها كويس وبيتها في التلاجة، انا عملتها قبليها بليله. هنا بقى غلينا الميه ونزلت بالمكرونه لان انا كنت هعمل كشري، وايوه كشري جنب فراخ. ايوه. هنا بقى بعد ما المكرونه اتسلقت انا حطيتها في الحله، حطيت معلقتين حبه زيت وحطيت كمون وملح عليها، ورحت ايه مقلباهم على النار. بصي مفرفره ومفلفله وحاجه كده تحفه، هتقعد معاكي لحد اخر حبايه مفرفره كده. هنا بقى دوت العدس انا كنت سلقته على النار، وزي ما انت شايفاه كده انا مش بحب العدس يكون مهري، ما بحبش العدس بتاع الكشري يكون مهري، انا بحبه كده مستوي بس ماسك نفسه. هنا بقى سمع صوت التشتشه، يا جمال البتنجان المقلي يا جدعان. حبه بقى بتنجان تحفه، ولا تعالي اقول لك على التتبيله حاجه روعه. هنا حطيت فلفل اخضر فلفل احمر وحطيت ثوم، طبعا الكميات على حسب الكميه اللي عندك. حطيت ملح، هنا انا زودت شويه من الملح، وحطيت كمون، وخدي بقى السر الخطير بتاعها دي، شوية شطة، فلفل وشطة عادي انا جبارة، وحطيت شوية خل، وحطيت بقى سنة كزبرة ناشفة. هي دي عايزة اقولك بتدي طعم للمخلل البتنجان حاجة كده وهم. وحطيت حتة من قشرة الليمون وضربت كله في الخلاط، انا ما دقيتوش، انا ضربت كله في الخلاط، ورحت ايه حاطه المخلل بتاعي البتنجان فيه، ورحت محشياه ورحت مخلله وسايباه في التلاجة. هنا بقى سمع الصوت، سمع الصوت، بعشق الصوت ده. هنا بقى نزلنا بالتومة مع الزيت علشان نحمرها. هنا انا حمرت التومة وصلت يا بس هي مش محمرة، هي داخده صفران، بس نزلت بمعلقتين كبار من الصلصة المعلبة واديتها ايه هديها تقليبة كده مع التومة زي ما انت شايفاها كده، سبتها لحد ما هي كرملت مع نفسها يعني زي شبه تسبكت كده. ورحت نازله هنا بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط، رحت نازله بيها ورحت مديها ايه تقليبه، ورحت مزوداها ميه لان دي بتاعت كشري فما بتبقاش تقيله قوي، فرحت مزوداها ميه لان انا ما شاء الله كنت عامله 4 كيلو طماطم، زودتها الميه وسبتها بقى ايه تتسبك على النار. هنا بقى الرز، طبعا انتوا اساتذه رز دوت الرز ده، طب ايه اللي مخليه لونه كده يا سومه؟ ان انا حمرت البصل، وبعد ما حمرت البصل شلته ورحت نازله بالشعريه محمراها، ورحت عامله الايه ورحت عامله الرز اللي انتوا شفتوه دوت، كانت الصلصه وده الحمص حاجه كده. بص كشري يعني حمص، الشطه الزيت بقى، ويا خبر ابيض على اللي بتعمله فيا وانا بعملها. دي شعرية عشان ندورة حبيب قلبي ابن اختي كان عايز ياكل كشري بس من غير رز، فكنت عاملة له مخصوص. نور بقى حياتي بيحب ياكل الكشري بالكبدة، ايوه يعني معلش احنا عيلة امزجة كل واحد ومزاجه. هنا بقى العيش المقلي حاجة كده وهم 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 وهم، شايفة العدس وجماله لحد آخر حباية هتلاقيه متماسك وجميل جدا. المكرونة شايفاها مفلفلة وعاملة ازاي، مفيش واحدة لازقة في اختها. هنا بقى دوت البصل، البصل انا حمرته في الزيت عادي يعني جبت الطاسة ورحت مقطعة البصل كده شرايح ورحت محمراه عادي في الزيت. طب تعالي بقى اقولك على الغلطة اللي انا غلطتها. بص يا ست البنات، اما تيجي تعملي بصل للكشري اعملي ايه؟ اعملي البصل الابيض مش الاحمر، البصل الاحمر ده للطبيخ. دي كانت اول مرة تصادفني ان انا يحصل معايا كده. بصي انا كنت عاملة حوالي 2 كيلو بصل حطيتهم عشان احمرهم، الطبخ البصل بقى مطبوخ زي ما انت شايفه بالمنظر ده. فما تيجي تعملي بصل تعملي البصل الابيض ما تحمريش البصل الاحمر. هنا بقى طبعا الشقه كانت بعد ما العزومه خلصت والناس مشيت، عايزه اقول لكم بصوا شايفين منظر الشقه، كانت جميله جميله. ولا المطبخ، ولا المطبخ والمواعين ده كده، انا عايزه اقول لكم كده شايفين المواعين دي وكده والمطبخ يعتبر رايق. والله العظيم المطبخ كان فيه كميه مواعين يعني مش قادره اقول لكم بصراحه. ربنا يخلي لي البنات يا رب ويحفظهم لي ويبارك لي فيهم وراد اخواتي. كده الشقه